انا البارح كان ما ندوش زعما مشيت فيها عياري مضروب على في عرق سامحني وانا كي ما ندوش انا يسخن علي الرش تو فهمت السخن انا حتى في عينك شفت بيعني وشريني بالفلوس وواش عندك ما تملوني ما عنديش ما تملوني عندي 10000 ظهر انا طاس كعب بصيله على كعب بصيله تعرف السماء بالبصيله ما تسمعش بها اسمع بها نحفر طاس بصيله طلع لي ضربني كعب ضربني بالسلاح عندها 3 سنين انت عندك تسوى 100 تسوى 100 انا نسوى 10 نسوى 10 ماذا بيه مسلوخ محاضر بيه ايش شيء اي فما شكون كيما نقول لك فما شكون ما يحبش الشيء يبدا هكا ماهوش تعب عليه يلقي حاضر بيه حبيبي حاضر بيه تو نحن هذاك سموش شفت كيفاش سموش وكذا وبرش حاجات والعلف والغبر والوسخ وتقول له كذا كذا يقول لك كيفاش انا البارح كان ما دوشت زعما مشيت فيه وين دوشت؟ دوشت في ريل لهنا وانا مشيت للدوش خلصت 2008 ما كان ما دوش انا ما نسيت بالدوش انا نسيت نهار بعد نهار ندوش نكذب عليك خاطر انا مضروب حشاك برش بدني بكل ورش شنو رش؟ رش هكذا وخلاص انت من 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 الاحداث نتاع سليانة؟ من اكثر انا اي من الاحداث اللي صار في لا هذه عركه حش اخويا عركه هذه عركه لا مش هذه نتاع سليانة انا عياري ومضروب على على في عرك سامحني وانا كي ما ندوش انا يسخن علي الرش فهمت فهمت السخن انا حتى في عينك شفت وبعد ما نحكيش ما نوريش قدام البنيه ما نوريش بعد كل ورش كي ما ندوش نسقط كيفاش كنت تحكي لنا على العركه؟ حسيبه مولاه كيفاش؟ حسيبه مولاه وبيعني وشريني بالفلوس دحيه كان العالي نحكيه على تونس بيعك وشريك بالفلوس بيعني وشريني بالفلوس كيفاش هذه محكمة سليانة هو واش عندك ما تملوني ما عنديش ما تملوني عندي 10000 كيفاش وضربني مقرون من دون رخصه وتوقف عامين وخرج هذه القضاء حكم قضاء حكم وعندي حق زاد انا في عيني وفي سخوتي ما عنديش ماخذيتوش ماخذيتش وعيل سبع صغار الا على انت ظالم ظالم على كعب بصيله على كعب بصيله تعرف بس سمع بها البصيله ما تسمعش بها نسمع بها نحفر طاسه بصيله طلع لي ضربني كعب ضربني بالسلاح وردني انت يعني الكعب بصيله هذي هي نحفر نبيع فيها باك الكورونا سمحت باك الكورونا عيل سبع صغيرات ما عنديش باش ناخذ سميد وكذا و فهمني مشيت اخذ طاسه بصيله ما حفرتش طاسه ولا حفرتها حارب اي حارب يذر يحارب زوز فهمني اي في ارضه في ارضه مش حتى في ارضه بعيد عليها سيدي من النات قريب وسيدي ارضه ولا مش ارضه مش في ارضه ولا مش ارضه سامحني اعطيني ندعي لي نتاعك انت انا ما ندريش اللي نتاعك انت انا راح بدينا ندعي نتاعك انت كان ندعي نتاعك انت وطبيش من منصب نعرفوا نحن في الـ في الـ في, الـ في الاماكن الريفيه اللي طبت فلان هذيك تابعه فلان هذيك معروفه جيك يعني. سامحني نجيك بالسياسه اخرج عايش ولد عمي راهي مصانة وراهي نقول لك هذه موكا ولا ايه مش تو نقول لك هو مادام عنده رخصه نتاع سلاح يعني ما عندوش رخصه من دون سلاح ومش ني حاجه لي انا مش ني حمايه مش يطيحني يضربني يطيحني انسان مواطن عابد يزمو يتعاقب على الحكايه هذه تعاقبه خذ عقابه لا انت تلوج على تعويض لا تعويض تعويض 300 مليون رجعش لي عيني وما رجعش لي بدني مش تعويض انا تعويض نتعب ناخذ قدام ربي اما نحب ناخذ حقي انا من عند السيد هذايا كيفاش من اول بدايه مقروم من دون رخصه اول بدايه ما ظلمني منها في كعب بصيله اللي حاش اخويا كل فيها الخنزير كعب بصيله هذايا نعرفش على المعلومه تعرف ايش نعرفها ياكل فيها الخنزير ام خلي كل الخنزير ونسم وانا نعش بها سبع صغيرات مثلا نقولوا نحن مو فهمت اخوي العزيز قداش عندها الحكايه عندها 3 سنين 3 سنين 3 سنين يعني تو انت متفخر بيه قال لهم تعمل لي شيء ونبيعك ونشرك وتعمل لي شيء يعني دفع فلوس باش خرج هذه المعلومه مش خصيصه لتونس وتعرف المعلومه لكن كنا ولاد تونس اي نعرف لكن باش الواقره انت عندك تسوى 100 تسوى 100 انا نسوى 10 نسوى 10 يعني مازال فما المحابات فما الرشوه فما موجوده في سليانه موجوده في نحكيك في ولايه سليانه لا بالنسبه لتونس ما نحكيش في تونس ما يتابع سليانه موجوده الرشوه موجوده الرشوه تو موجوده انا اش قلت كنت تسوى 100 مليون الناس و10000 فهمت خويا العزيز هذيك يعني تو نقيموا العباد ما عادش نقيموها يعني نقيموها بالفلوس بالفلوس عادي انت تمشي تمشي من المثل وصلني للمعلومه وصلني العين مش نشرب العين البارده العين السخونه انا غير لغيرك نتاع 10000 هذاك ما في مش ما بارده نشرب من غاد وانت تعطيني 100 مليون نزلك الماء البارد تشرب الماء البارد يعني على خاطر بوسيله بدنك توا فيه الرش ما نوريكش حتى شيء انا قعدت شهرين و17 يوم في اليد الرئيس وريني فهمتني ولا ها بدني ما نحكيش عليك لا تبدني وخل في البراء دايره وذريع بكل ورش ها وذريع يا سيدي هذا كل ورش ضربك بالرش ضربني بمقروم 16 كره واحد ونهار حمامه هارب ونجري حمامه نجري خاطر معايا نجمع اخرين مشني وحدي معايا مجموعه انا فهمني هارب ونجري الوحيد اللي خاطرني الكبير فيها نجري وتلفت كم كاين الجنير البدني هذا يقول ورش وقال لي ما تعمل لي شيء نخسر عليك 100 مليون 200 مليون وما تعمل لي شيء وكان لازم نعدي لك الاربع جيالي زياد كان لك فرصه نزيد نعدي لك اربع جيالي وما تعمل لي شيء وانا قدام كديني كل عمل اللي تحب مش عاتيه للحاك مش عاتيه لك نعطيه للحاك فهمت اخويا المعلومه عايشين في غابه
اعتبر خنزير حش اخويا تصب وصيله معناها حش اخويا ياكل الحلوف ما نتعشش بها ناس سبع صغيرات. هذه المعلومه نحب نوصل صوتي وقاو بارك الله ويرحم والديك من فوق ان شاء الله صوتك عاش خويا.